بكم من جديد. حزب النور كان الاستثناء الوحيد ضمن الأحزاب القائمة على خلفية إسلامية بعد تأييده ليس فقط لمطالب ثورة 30 من يونيو بل وأيضا المشاركة في المشهد الشهير ليلة 3 يوليو الماضي، عندما أعلن الفريق أول عبد الفتاح السيسي عن تفاصيل ما بعد عزل الدكتور محمد مرسي الرئيس السابق. لكن مواقف الحزب بعد ذلك خصوصا خلال التعديلات الدستورية أثارت الكثير من الجدل، وحاولنا الكشف عن الهوية الحقيقية لهذا الحزب مع الدكتور صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا بالحزب. لكن الكاتب الصحفي عبد الحليم أنديل فتح النار على النور وغيره من الأحزاب الدينية في واحدة من أقوى وأجرأ حلقات البرنامج في العام 2013. دعنا ننتقل ندخل مباشرة في تفاصيل استراتيجية مواقف حزب النور. يعني اليوم هناك تناقضات في المواقف واضحة، يعني محسوبين على التيار الإسلامي، أنتم من الناس ومن الأشخاص الذين أيدتم الفريق أول عبد الفتاح السيسي وما قام به من عزل الدكتور مرسي وما إلى هنالك، وعناصركم ومناصريكم كانوا معتصمون يعني بميدان النهضة، يعني ضيعتوا الرأي العام، يعني رأي العام ضيع، حتى في نكتة طلعوها إذا وصلتكم واحد عم بيقول له للتاني انه تقدمت الوحدة هي راضية وابوها موافق وابويا موافق وانا موافق وهي موافقة بس خايفين على حزب النور هو يعارض. يعني في ضياع. ده ان دل على شيء يدل ان حزب النور له تأثير واضح في الساحة السياسية. نعم. ليس معنى انني اتخذ كيف تأثير واضح في الساحة السياسية لما تقول اصلا واحد بيقول نكتة كذا وكذا وكذا. نعم. يبقى انا ليه تأثير اكيد حتى في الشارع. حتى الشارع نفسه بيحل الموقف، ولكن التأثير ممكن يكون سلبي وممكن يكون إيجابي. أنا خلينا في الإيجابي لأن أنا السلبي ده لا يلزمني. بمعنى النهاردة لما أجي أخذ قرار حزب النور باخده بطريقة مؤسسية وليس بطريقة انفرادية. أنا عندي هيئة عليا معايا مجلس رئاسي وعندي في كل محافظة من محافظات مصر في أمناء المحافظات وعندي قواعد حزبية. نعم. وبالتالي في قرارات مصيرية لابد أن يستشار فيها كل هؤلاء استشارة. ربما يتأخر اتخاذ القرار لأن عندي طريقة مؤسسية في جمع هذا القرار، وبالتالي البعض يفسر أنه نوع من التردد والإعلام يبدأ ينشر على أنه تردد ويفسر مواقف ويحل مواقف وليست حقيقية على أرض الواقع. أولا ما هي الحقيقة؟ أعطينا الحقيقة الآن. الحقيقة. أين هو موقف حزب النور اليوم مما يحصل في مصر؟ حزب النور شارك في العملية السياسية بعد ثورة 25 يناير من بدايتها بمرشحين في مجلس الشعب، وكان مفاجأة لكل الناس. نتكلم عن بعد ثورة 30 يونيو. أنا أتكلم أنا من البداية عشان أنا أسلسل المسائل. داخل مجلس الشعب الإخوان كان محصل حوالي 47% تقريبا من أصوات المجلس. طبيعي أنا داخل مجلس الشعب مع كل القوى السياسية الموجودة في أمور فيها توافق في أمور فيها اختلاف. إذا توافقت مع الإخوان أو حزب حول العدالة داخل المجلس في بعض المواقف ليس معنى ذلك أن أنا مؤيد له. هذا يعني الأمر يحدث وفاقا لا اتفاقا. توافقنا بصورة أو بأخرى هذا وفاق وليس اتفاق. بمعنى لي رأي معين في مسألة معينة هو نفس الرأي فهذا وفاق. في مواقف أخرى اختلفت عن حول العدالة فيها واختلفت اختلاف واضح، ليس معنى ذلك أن أنا انشقيت عنه لأنه ما كنتش حليف. لما أكون حليفا كان أنشق عنه. نحن في ساحة سياسية كل منا له برنامج وله تصور وله خطة في العمل، قد نتوافق وقد نختلف في بعض المواقف هو ده. ولكن الخلاف ألم يكن لأنكم لم تأخذوا الحصة من الكعكة التي تقاسمتموها أو كنتوا تعتقدون أنكم ستتقاسمونها مع الأخوان المسلمين؟ يعني عندما طلعتوا من المولد بلا حمص فأخذتم خياركم الثاني. هو إيه الخيار الثاني اللي أنا أخذت فيه؟ أنا ما كانش فيه عندي اتفاق أخذ كراسي ولا أخذ مناصب، وبالتالي لما نزع في هذه المناصب أنا غضبت. مفيش. أنا كنت في مجلس الشعب والإخوان المسلمين كانوا مصرين على إقالة حكومة الجنزوري وأنا كنت في المضاد تماما، وافق على
أن تكمل حكومة المنظوري إلى 30/6 في حينها إلى وجود رئيس جمهورية منتخب ويكمل لفترة الانتقالية. اختلفنا في هذا الأمر وبشدة، هم طلبوا صاحب الثقة ويعني إعفاءه وإحنا طلبنا أن يبقى إلى آخر المدة. هذا خلاف واضح في هذه المسألة، كانش بينا أي اتفاقات. بعد ذلك إذا أتى الدكتور مرسي بدأت مؤسسة الرئاسة، ولكن بعد ذلك عدتم ودعمتم رئيس مرسي. نعم بعد ذلك عدتم ودعمتم. احنا لم ندعم دكتور مرسي من البداية. من البداية احنا دعمنا دكتور أبو الفتوح، ودعنا كان موقف واضح حزب النور وأعلناه عن كل الناس. في المرحلة الثانية من المرحلة الأولى في المرحلة الثانية في الإعادة أصبح عندي الدكتور محمد مرسي وأحمد شفيق الاثنان بالنسبة لي لابد أن أنظر نظرة عقلانية في هذه المسألة. دكتور أحمد شفيق عندي يمثل نظام سابق، صورة قامت على النظام السابق. دكتور محمد مرسي وجه جديد بينادي بمرجعية إسلامية، أنا كحزب لي مرجعية أتمنى أن أرى الإسلام مطبق، فانحست الدكتور مرسي في غيرة الإعادة. هذا الكلام يقال لمن لا يعرف أنكم ذهبتم للفريق شفيق وجلستم معاه وتفاوضتم معاه. تمام، يعني عندما نريد أن نصدق هذا الكلام أن خياركم كان الدكتور مرسي لأنه شريعة ولأنه وجه جديد وما إلى هنالك، وأنتم رفضتم الفريق شفيق لأنه امتداد للنظام السابق، يجب أن لا تكونوا قد ذهبتم إلى الفريق شفيق في محاولة لعقد صفقة مع الفريق شفيق، وعندما لم تتم هذه الصفقة عدتم وانتقلتم. ما هو أقول أن هذا كلام افتراء، محض افتراء على حزب النور. ما ذهبنا إلى فريق شفيق من أجل صفقة أبدا. أين الصفقة؟ رحتوا له ليه؟ أين هي الصفقة؟ رحتوا له ليه؟ خلاف الفريق أحمد شفيق قبل ما تظهر نتيجة المرحلة الثانية من جولة الإعادة، فريق شفيق بيعلن على الناس إن هيفض التحرير في 5 دقائق وبالتالي ممكن تحدث دماء. في المقابل دكتور مرسي والإخوان بيعلنوا لو الفريق شفيق فاز بالانتخابات هينقلب الوضع في مصر وهتبقى ثورة دموية. الرجلان أو أتباع الرجلين كل منهما يهدد بدماء تحدث إن لم يفز. فقدمنا مبادرة، والمبادرة الآن معي أنا وأنا أجلس معك صورة منها مبادرة. هذه المبادرة لماذا هذه المبادرة لم تكن مبادرة معلنة؟ يعني لو لم يفضحها الفريق شفيق، يعني لو لم الفريق شفيق يفضح هذا اللقاء لما كان علم أحد أنكم ذهبتم الى الفريق شفيق وادى ذلك الى اتفاق. هذه مباحثات نجريها لمصلحه البلد. فريق شفيق جلسنا معه بهذه المبادره ناخذ عليه العهود والمواثيق اذا فاز يفعل كذا وكذا وكذا وكذا، وجلسنا مع الاخوان المسلمين مكتب الارشاد واخذ منصب خيرت الشاطر اخذ نسخه منها نعرضها مكتب الارشاد، وجلسنا مع الفريق السيسي ولا انا اتكلم عن هواء فريق السيسي جلسنا معهم واعطيناه نسخه منها كان هو رئيس المخابرات. هذه المبادره لاهداف الثلاثه لضمان عدم إحداث خلل وصدام داخل المجتمع. أستاذ عبد الحليم ديل، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. قلت لك شو أبرز الانتقادات والاعتراضات؟ قلت لي ما فيش لا انتقادات ولا اعتراضات لأنه أصلا ما قالش حاجة. لا ده صحيح، يعني هو جايب كل البيانات وجايب كل اللابتوبات وجايب كل حاجة، لكن هو الحقيقة لا يقولون شيئا، يعني هم يقولون شيء وعكسه بنفس التلقائية يعني. وأنا رأيي أنه في مشكلة حقيقية في تطور هذا البلد، كان لابد أن يمضي هذا البلد لأن يجرب حزب الإخوان وحزب النور والحاجات دي، كان لابد جبر الاختيار، لأنه خلال 40 سنة من الانحطاط التاريخي أنت ببساطة حظرت السياسة بمعنى البرامج السياسية، ثم لم يكن ممكنا أن تحظر لا الدعوة الدينية ولا العمل الخيري في زمن انحطاط مصر وعلو كعب غيرها والتدفقات النفطية الهائلة، وكانت النتيجة ببساطة إن تكون تيار بيسمي نفسه التيار الإسلامي أو يسميه الآخرون بالتيار الإسلامي، هو لا تيار إسلامي ولا حسنون، لأنه في مصر بالذات يعني هذا الكلام يعني غير قائم. أنا أسميه تيار اليمين الديني أو تيار اليمين المحافظ أو المتعصب أو شيء، وله صور متعددة وفي باب دوار ينقلك من فئة إلى فئة بنفس السيولة، يعني من السلفية العلمية كما يسمون أنفسهم إلى السلفية الجهادية إلى الحركية إلى آخره، يعني باب دوار، لأن هي نفس الفكرة، فكرة بتفصل حال الإسلام عن حال المسلمين، وبالتالي لا لديهم فهم حقيقي لا للدين ولا للتاريخ ولا للمجتمع، لكن هي نمت وتضخمت كطفح جلدي في زمن انحطاط تاريخي
يعني تيارات اسلاميه وخبط المجتمع أستاذي. المجتمع اللي تحول ما اسمح لي بس بس لانه لا في مرأة تطور بشري مرأة كلمه مهمه يعني عم تصف تيارات دينيه وتيارات يعني عم تصف تيار ديني بانه لا يفهم شيء بالدين يعني هذه سأوضح. الخطوره سأوضح. بالاتهام والوصف سأوضح الحاله دي حاله اليمين الديني اسمه ما شئت اليمين المحافظ حاله دي الطفح ده اللي كان بيخاطب مجتمع يأس فبيخاطب يأس المجتمع كجمعية دينية ويخاطب بؤس المجتمع كجمعية خيرية لازم تستغرب مثلا يا أستاذ توني إن ياسر برهامي ليس عضوا رسميا في حزب النور دي ظاهرة أخرى يعني هو رسميا مش عضو في حزب النور لكن لا أحد ينطق باسم حزب النور أعلى صوتا من ياسر برهامي حضرتك مثلا اتكلم عن اللقاء مع شفيق لقاء حزب النور مع شفيق والأستاذ صلاح قاعد يقول لك ده الساعة كذا الساعة 6 مش الساعة 2 حاجات كده طيب مين اللي التقى بأحمد شفيق ياسر برهام الذي ليس عضوا في حزب النور خد يا سيدي ياسر برهام ويتكلم الأستاذ المهندس عن إن إحنا عايزين نحقن الدماء في المجتمع ونحبب نصف بعض والمعارضين والمسيحيين وأنت استوقفت تعبير المسيحيين ده بدلا عن النصارى التعبير الذين يفضلون استخدامه في العادة لأن هم ببساطة النصارى دول بالنسبة لهم ناس من خارج مجتمعهم المذهب ده نشأ في بيئة أصلا ما فيهاش هذا التنوع فمثلا يجي مثلا الشيخ ياسر برهام يقول لك الإسلام صحيح بيقر أن يتزوج المسلم من كتابية يعني من مسيحية أو نصرانية كما استخدم التعبير ودي فتوى موجودة بالفيديو على الإنترنت طيب. لما واحد مسلم يجوز مسيحية يعمل معها قال لك ما يسلمش عليه لا يحييها لا بد أن يشعرها دائما بأنها أدنى منه وإذا أنجب منها أطفالا يحيي أطفاله اللي هيبقوا مسلمين دون أن يحييها يعني فسأله واحد تبو الجنس قال له الجنس ده لا يشترط فيه الإيه الحب عاوز تقولي إن هذا كلام له علاقة بالإسلام اللي الأساس فيه الزواج مودة ورحمة وسكن عاوز تقول لي خرجنا عاوز تقول لي يعني قصدي اقول لا يمكن يعني فصل يا نعم. استاذ انا بيهمني المواقف يعني المواقف لماذا في المواقف نعم. في المواقف حزب نور وقف وراء الفريق اول عبد الفتاح السيسي تأييدا لخطة الطريق وتأييدا لعزل الدكتور مرسي وهم من كانوا في السابق ايدوا ودعموا الدكتور مرسي اي شيء في المستقبل نعم اذا ظلوا يعني اذا ظلوا موجودين وانا طبعا توقعي وانا بقول اهو وتذكر هذا في هذا البرنامج على طول حزب النور لما قلت التضخم اللي جرى لما يسمى تيار اليمين الديني لما شال الغطاء اللي اسمه مبارك المجتمع شاف صورته في المرايه وبقى زي ما وصفت وقتها كانه استفتاء على ربنا على طريقه غزوه التعديلات اللي هي غزوه الاستفتاء دي وبعد كده بدا زحف تيار اليمين الديني كانه زحف الاقدار 70% هو قال ان 24% ده صحيح و 47% الى اخره لكن المجتمع كان لابد ان يصدم بهذه الحاله لانه بسبب ضعف تكوين الطبقه الوسطى بسبب توقف التصنيع ما كانش يقدر يكون وعي مستقل الا ما يكبش النار هتقول للاخوان انتهوا او ضعفت شعبيتهم هذا صحيح حتى من قبل ان يعزل المرسي نزلت جدا حزب النور كمان نزل اكثر من الاخوان يعني ابرز عناصر هدم تجربه الاخوان هو حزب النور نفسه لانه في فروق تقليديه في الخبره خبره بالسياسه والخبره بالدين حزب الاخوان من وجهه النظر الدينيه يبدو اكثر اقترابا من الفهم المصري للاسلام تاريخيا انما هقول لحضرتك يعني الشيخ الشعراوي بيتكلم مثلا معلش ايه الموضوع انت بتتكلم فيه اصلا هنا حزب النور هنا حزب النور هو ايه بيتكلم فيه اصلا حزب النور في إيه المقابل يعني هو كان عنصر من عناصر الإزعاج في المجتمع من انت بتتكلم فيه انا بقول ببساطه اذا كان حصل على 24% في اول انتخابات برلمانيه فانا بقول لك ببساطه ان اقصى نسبه يمكن ان يحصل عليها اذا شارك في الانتخابات البرلمانيه المقبله لا تزيد عن 5% نتيجه ان المجتمع بسبب الصدمه وبسبب كبش النار بيستعيد وعيه هل يمكن لمثل هذا الكلام زي اللي انت حضرتك سمعته اصل احنا عملنا كده وبعدين عملنا كده وبعدين عملنا كده بدي اكلمك عن ثوره 25 يناير هم لا كانوا شركاء في 25 يناير ولا كانوا شركاء في 30 يونيو وحاضرون على كل الموائد بغير مناسبه الله يطول لا لهم تفقه في الدين ولا تفقه في السياسه
وعشان كده حزب النور اشبه بالزائده الدوديه اللي زي يتخلص منها الجسد سريعا لكي يستعيد عافيه. استاذ صلاح هو ايه اللي بيقوله ده؟ اصلا انا دلوقتي لحد دلوقتي وقعد يسمعنا من ورا الكواليس وجيب اتكلم لعجب عبد الناصر ولا السادات 60 سنه انت قلت كده. انا 60 سنه قلت لعجب عبد الناصر. انت قلت انا قلت الثوره عبد الناصر جرى عليها انقلاب كويس بعد 1973 ومن هنا عبد الناصر ثورة يعني انتهت طب خلاص ثم الانقلاب عليها اللي هو السادات ثم مبارك مش عاجبك قام الشعب المصري بانقلاب عن انقلاب في 25 يناير 2011 هو ليواجه كان لابد انه من خلال فتره الغياب الطويل فتره طب بس حاسب على صوتك هتظهر لا ما تخافش على صوتي ما تخافش على صوتي اهدى بس اهدى 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 انا قاهر انت واخد انت جاي من الصور المزوره ليه الوجود انت واخد حقن التنشيط تتكلم عن صوتك اهدى شويه اهدى شويه لو عاوز اديك حقنه ماشي اهدى بس اهدى شويه اهدى شويه انت جاي تتكلم في حلقه بنتكلم فيها حاجه موضوعيه ولا جاي تشتم اشتم اشتم براحتك اتفضل اشتم اتفضل اذا كان هذا مجال الحوار هذا بيشتم واحد جاي يشتم خلاص اتفضل هرد عليه ما بيشتم ما فيش حاجه عنده اصلا ارد على ماذا قال هو ماذا قال ماذا قال ان دلوقتي انت احنا بنتكلم في امور هو ايه اللي قاله بيقول لي مسيحيين ولا النصارى عشان المسيحيين ما يعرفش ايه الكلام الغريب ده هو ده اللي جاي يتكلم فيه بيقول انت بتقول لي مسيحيين قلت لك مسيحيين نصارى انا مش مشكله بيقول اصلا الكلمه اللي انت علقت عليها ومسيحيين اصلها نصارى اصلها كلمه مش عارف ايه مالي انا مال الدعوه الوهابيه ومحمد عبد الوهاب والكلام ده اصلا ايه اللي دخل الكلام ده بحوارنا انا حزب نور حزب سياسي ليا مرجعيه للشريعه الاسلاميه حقي ولا مش حقي حقي لما يجي يقول لي اصلا حزب دعوه وهابيه ده حاجه تلزمك انت تقول لي ان هم مسيحيين ولا نصارى بتاعتك انت دعوه سلفيه وهابيه انا جاي بتكلم وقال محدد ايه يعني ايه وهابيه دعوه سلفيه بتنتمي للسلف الصالح وهابيه يعني ايه وهابيه يعني ايه وهابيه يعني من اتباع محمد بن عبد الوهاب ام لا محمد هو اصلا ده كان كافر ولا كان مسلم ماليش دعوه انا بسالك سؤال انا لم اقصد بالكفر هو مسلم ولا كافر انا وصفت هذا الاتجاه اذا بالتخلف ما لم اقصد بالكفر هو ده كلام باهانه الاسلام هذا هان الاسلام يعني هو مسلم ولا مش مسلم يعني نعم مسلم ولا مش مسلم لا في مسلم مقصر وفي مسلم آثم وفي مسلم اذا هو مقصر متخلف وفي مسلم حل. متقدم حل. زي اي حاجه في الدنيا حلو مسلم مقصر ربنا هيحاسبه صح ولا ايه ولا انا هحاسبه انا بتكلم عليك انت انا انت إيه؟ الدعوه السلفيه سؤالي واضح مالها انا حزب النور وهابيه حزب النور حزب النور اولا هو حزب النور في الفتره لا 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 ودعوه سلفيه في الفتره الانتقاليه اصلا واحنا احنا بس هو انت يعني هي دي الماساه علي صوتك بس تم الذراع السياسيه حاجه لعبه حلو استاذ عبد الحليم موضوع الحلقه موضوع الحلقه علي ضغطك هو هيجيب الجلطه وانت قاعد هو مش هيجيب والله مش هيجي كده هو استراتيجية مواقف حزب النور اللي انت وصفتها في كلمة انه هم دائما مواقفهم رمادية هم دائما ما بياخدوش موقف لا هم ليس لهم موقف شوف حضرتك ليس لهم موقف جذر هذا الموقف ان هو زائدة دودية في سياق تاريخي معين عانت فيه مصر من تضخم ظاهرة مرضية هم جزء من الظاهرة المرضية التي يتعافى منها المجتمع المصري شوف يا استاذ توي هنا الكلام عن الشريعة الإسلامية ادعاء وتزيف نعم طيب ده أنا طبعا. أقول أنا حزب النور طالب بتغيير حكومة هشام أنديل مرارا وتكرارا وده مستجاب لنا حصل؟ ولا ما حصلش؟ حصل طلبنا بإبقاء كان هذا التحاقا بطلبات جبهة الإنقاذ يا خبر لا إيه؟ باختصار يا أخي أنت جبهة الإنقاذ انت هو أنت هي الإنقاذ. التي بادرت وإن أنا طبعا جبهة الإنقاذ إذا ما كانتش تعرف أنت في جبهة الإنقاذ أنا اسمي يا أخي أنت عبد الحليم أنديل يا أخ صلاح يا أنت عبد الحليم إذا لم تكن تعرف من هو عبد الحليم يا عبد الحليم أفندي فدي آية من آيات جهلة السياسة يا عبد الحليم أفندي أنت إنسان يعني متخلف فكرك فكر عجيب لا تفهم بهذه الحلقة نأتي إلى ختام الحلقات الثلاث المجمعة والتي نختصر بها معظم ما جاء خلال برنامج أجراء الكلام للعام 2013 الموضوعية كانت هدفنا الحقيقة كانت هدفنا وأيضا أن نوصل ما يجب إيصاله إلى الرأي العام هو أيضا كان هدفنا ولكن حاولنا قدر المستطاع أن نكون موضوعيين وحقيقيين وأن نعطي لكل الأفرقاء حق التعبير عن الرأي اليوم عام 2013 انتهى
وغدا 2014 سينطلق. نقول لكم كل عام وأنتم بألف خير، ودعنا عاما مضى بكل أفراحه وأحزانه، انتصاراته وانكساراته، لكننا لا نملك ونحن نستقبل عاما جديدا أي بديل سوى التفاؤل بأن يحمل معه هذا العام كل خير وسلام وأمن ومحبة لكل العرب بشكل عام وللمصريين بشكل خاص بإذنه تعالى. نلقاكم على خير بإذنه في حلقات 2014، ولنستكمل معا مشوارنا في كشف الستار عن أجرى الكلام. تصبحون على خير، وإلى اللقاء في العام المقبل بإذن الله.